ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير والف صحه وسلامه. نبدا الفيديو طبعا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي طبعا ايه، انتوا عارفين طبعا ايه بيوت زمان وكده، فالامهات دايما بتجيب لعيالها وخصوصا لو في بنات وبتنسى نفسها جدا. فانا قررت ان انا نزلت اشتري لمامتي شويه حاجات جديده. طبعا قلت ارص لها النيش واعمل لها مفاجاه واشوف هي لما هتيجي من بره هتاخد بالها ولا لا. انا طبعا معايا نورين اختي، طبعا زي ما انتوا عارفينها كده معاها. هي طبعا معايا، وهنشوف بقى احنا هنرص طرف اتنين ونشوف هي لما تيجي هتعمل ايه. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه هنعملها هنجيب طقم الكاسات بتاعنا الجميل. طبعا اللي متابعينا اصلا عارفين ان احنا كنا نزلنا طريقه لرص الكاسات، اللي ما شافهاش يخش على الصفحه يعمل لايك ويعمل لنا اشتراك في القناه ويشوف الفيديوهات بتاعتنا. ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم وتكون فيديوهات جميله باذن الله. لكل عروسه طبعا بتجهز نفسها، ولكل واحده عايزه تعرف في ايه جديد في حياتنا تخش تشوفنا وتعمل لنا لايك وتعمل لنا سبسكرايب على القناه بتاعتنا. طبعا انا هسيب المصحف هنا اصلا، مش هشيله يعني، عشان هي اصلا مامتي بتعتز بيه جدا وبتحبه، فانا هسيبه لها هنا لان هو طبعا كان جاي لها هديه قبل كده. ايه رايكم كده؟ جميله قوي، حلوه. طيب ماشي، ممكن برضو ايه نجيب بقى الطقم التاني. الاستيكانات دي لذيذه جدا والواناتها تحفه وعجبتني قوي اول ما شفتها، قلت اكيد هتعجب ماما لان ماما اصلا بتحب الحاجات اللي فيها الوان مترقعه كده، يعني هي ايه تلتفت للحاجات اللي مش تقليديه اكتر، وخصوصا الحاجات المترقعه دي في النيش بتدي شكل النيش. ايوه جدعه، بتلفت نظر وبتدي شكل حلو قوي ولذيذ. ان شاء الله يا جماعه احنا اصلا نيشنا كبير قوي يعني الصراحه. طبعا هم اصلا دلوقتي ما عادوش بيعملوا نظام النيش ده، صح؟ بقى زي حاجة اسمها ايه، دولاب فضيات. بس مع المصريين مش هينفع، بس طعم الشاي واو. الامهات لازم تقولك اه لازم الحاجات دي تبقى موجودة في البيت، ما تفهميش ليه يعني. ولازم طقم عشا، حاجات كتير حاجات كتير تلاقيها نازلة عمالة بتصرف في فلوس كتير قوي في حاجات ممكن انت ما تستخدمهاش. بس انا عندي فكرة، يعني الحاجات دي في ناس بتقول عليها اثرية، انا مش شايفة ان هي اثرية. انت ممكن تطلعي وتستخدمي اللي انت عايزاه في اي وقت، صح ولا ايه؟ اه ممكن نحط ده كده شكله ايه، نخش كده جوه شوية. لا مش حاسة، حاسة ان هو لو في النص احلى مثلا، في النص ما بينهم هو لسه في واحد عموما يعني. طبعا احنا هنبقى نكمل لها الحاجات الناقصه، بس يعني ايه يا اختي كانوا يتكسروا قبل ما تشوفهم. مفاجاه يا فوزي. اتكسروا، كنت جايبه لك مفاجاه بس اتكسرت. ده اللي باقي منها. ايه رايك كده يعني؟ هاتي كده من جوه. لو بالجنب احلى، عشان كده مثلا مش باينين يعني، مثلا لو ده ايه مثلا بالجنب وده بالجنب. ماشي، قصدك يعني كده واللي جوه ده. طبعا يعني هو النيش ده لو عند اي عروسه هياخد حاجات كتير قوي ما شاء الله يعني. هي مرونزه تحت كده اه، يعني كده عشان ايه احنا الدرفة واسعه فايه اه، يعني احنا مثلا نكمل لها ايه حاجات تانية جوه. بعد اذنك حط عروستي فوق. ممكن نجيب عروسه نورين، كانت جايه لها هديه حوده. خطيبي خطيبي دلوقتي بقى نيجي بقى اهلي الكبير قوي. نقعد نص سنة الوقت. طبعا لو في حاجة مش عاجباكوا ويعني شايفين ان هي ينفع ان هي ايه تتحطوا كده ممكن تقولوا لنا. ثواني فرجيهم على الفيديو، عم اجيب مقص وجهي. بصي في طقم الشاي، صح؟ شاي اه شاي يا جماعة، انا بقعد اتلخبط في الحاجات دي. حلوة قوي اصلا ما شاء الله. وقف نتوريكوا الديتيلز بتاعها. الديتيلز بصوا بصوا الجمال والحلاوة.
الوان، بس انا حسيت ان الفضي الذهبي مع ماما هيبقى احسن، عشان كمان النيش لونه فايت. طبعا هجيبه لكم وهي بتطلع، وبعدين ايه نشوفه بقى ايه في النيش وهي بترصه. انا مش عارفه احط فين، خايفه الحاجه تتكسر. طب احنا نرص الاطباق. بصي يا نور، ايه رايك كده مثلا؟ طبعا يا جماعه احنا نسينا اصلا نجيب الحاجات اللي بتسند على الاطباق ودي حقيقه جبنا كل حاجه ونسيناها، مش مهم. حلو قوي. شوف رايه دخلت في عينيه طبعا ربنا يكون في عون كل ام واب بيجهزوا دلوقتي، من فعلا من غلو الحاجه، الحاجه بقت غاليه جدا وصعبه قوي 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 يعني، يعني بصراحة ربنا يكون في عون كل ام واب. جماعة اللي لحق جاب جاب واللي ما لحقش خلاص. يعني والله العظيم فعلا هي اصلا الدنيا بقت غالية على الكل يا نورين، فربنا يكون في عون كل ام واب بيجهزوا دلوقتي، وفي عين والله كل شاب والعريس برضو، يعني كل حاجة بقت غالية، الاجهزة بقت غالية برضو، الدنيا بقت صعبة قوي، اذا الاكل غالي علينا، فالصراحة ربنا يكون في عون كل ام واب بيجهزوا بناتهم. ايه رأيك نعملهم نظام تلاتات كده؟ هي اصلا الطرفة معاكي كبيرة. اه. بس اعملي حساب اللي في النص البراد. كده حلو قوي. ممكن كمان نجيب ده. طبعا انا ما عنديش حاجه اوقفه عليها هنا، فممكن نعمل كده، نجيب الغطا بتاعه. الكلفتين الطاق كوبايته شيك قوي، هو اصلا يعني ما شاء الله ان انت تعملي فيها زمان بقى شاي وحاجات من دي وتقعدي تشربي كده مع قطعه كيك، تحفه تحفه جدا. ما تساعديني يا نورين؟ لا ممكن نميل ده كده، نحط اللي جوه ده بالمقلوب. بصوا الجمال، انا مش عارفة يعني نعمل ايه في الحلاوة دي، لذيذ قوي بشكل غير معقول. دي رخمة قوي، لذيذ جدا جدا وشكلهم ما شاء الله يا جماعة عسل قوي، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لها وتستخدمهم في الهنا يا رب. نجيب الغطا ده، اه صعب قوي، حطه كده. بجد شكله حلو قوي حلو قوي، حطها كده. لا يعني هاتيها مثلا هنا اه عشان ايه دي تبان. خلاص ممكن نقرب دي كده شويه. اه طبعا الطبق الكبير لسه نشوفه نرصه ازاي. طبعا عشان احنا بتوع المصداقية، يعني الحاجة جديدة لا بنضحك عليكم ولا اي حاجة، كله جديد في جديد. يبقى كده لسنا ايه طبق كبير. طب انا هقولك، بصي برضو ممكن نشيل ده كده،
نشيل ندى. بصي وبعدين هنحط بس كده ثواني. طبعا البنات الطبق ده لو واقف هيبقى شكله شيك جدا عن هو نايم، بس للاسف انا ما جبتش البتوع اللي بيتوقف عليهم، انا اصلا مش عارفه اسمها ايه، يا ريت لو عارفين اسمها تبقوا تقولوا لي في الكومنتات عشان اجيبها. وتتجاب منين عشان انا مش عارفه. هو انا لما جبتها لنفسي لما كنت جايه اتجوز ماما ربنا يخليها اللي كانت جايبه لي الحاجات دي، فانا ما اعرفش بقى كتير منين ما لقيناهاش. فانا مش عارفه يعني، هي ما صادفتنيش عند الراجل فما عرفتش يعني بتتجاب منين. ممكن كده برضو، ايه رايك؟ هو اصلا ما شاء الله كده حلو قوي. ممكن كده لذيذ قوي، شايفه ان هو كده حلو يعني، مش عارف يعني هو كده الدرفتين حلوين قوي يعني. ايه رايك؟ حلوين متهيألي لما يجوا هيعجبوها قوي. لسه بقى يا جماعه الدرفتين، الدرفتين دول ان شاء الله هنجيب لها بقيه الحاجه كده خالص. ربنا يسهل يا رب بس وييسرها على الكل. حلوة قوي قوي قوي، ان شاء الله يعجبها باذن الله. لو عجبتكم الرصه قولوا لنا في الكومنتات، ربنا يسهل كده ان شاء الله ونعمل لكم حاجه جديده باذن الله. واعملوا تنسوش الاشتراك. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات هيام ونورين. باي باي.